وتم الطرد ديالي انا واخوان كمكتب نقابي بصفه كامله، مكتب نقابي كامل تم الطرد ديالو لاسباب ممنهجه واسباب نقابي لاسباب ممنهجه من طرف الاداره. تم الطرد ديالنا في الفتره الاخيره في 2019 تم الطرد ديالنا، بحيث تم خدنا واحد المجموعه من الحركات النضاليه امام مقر الشركه. تم الوعد ديالنا من طرف السيد المدير العام للشركه السيد بانه يتم الادماج ديالنا في الشركه، على اساس ان السلطه الوصيه اللي هو العمده انه ياخذ فينا القرار ويسيني لنا ويعطينا الموافقه على الادماج. وحنا دابا رحنا امام مؤسسات ديال الدوله امام مؤسسات ديال الدوله، لا نطالب بشيء الا للرجوع الى العمل وتسويه ملفات الناس مطرودين ذوي الاحكام. الناس راه عندها الاحكام 3 سنين 4 سنين هذه باسم امر جلاله الملك، عندهم احكام للتنفيذ وباقي ما تنفذوش لهم الاحكام ديالهم. وحنا الان امام السلطه الوصيه باش يتاخذوا فينا القرار ويكون واحد القرار ايجابي باش هاد الناس يرجعوا للعمل ديالهم. راه حنا وصبحنا كنواجهوا واحد الظروف صعيبه، دابا راه 9 شهور هادي من شهر 5 في رمضان، شهر 5 2019، كاين اللي 3 سنين قبل منا، كاين اللي 3 سنين وخدا المساطر ديال المحكمه وخدا المساطر ديال المسائل الاداريه وخدا المساطر. حنا كدفعه اخيره اللي تم الطرد ديالنا بشكل ممنهج، لا لشيء سوى لانتمائنا النقابي. حنا ما درنا حتى شي حاجه وما طالبنا حتى شي حاجه، طالبنا غير بالاجره الشهريه، حيث تم الطرد ديالنا بشكل تعسفي. جينا للناس المسؤولين باش يكون ناخذوا الحق ديالنا، حنا اصحاب حق واصحاب قضيه، حنا ما درناش شي حاجه اللي غادي تاخذ فينا الاجراءات قانونيه او شي حاجه، حنا ما درنا حتى شي حاجه، طالبنا بالاجره الشهريه ديالنا. تم الطرد ديالنا، جينا كنطالبوا من السلطات ديال الدوله باش تاخذ لنا حقنا ويعطيونا حقنا. راه حنا ولينا كنواجهوا شي صعوبات، لا اله الا الله، لا اله الا الله. كما كتشوفوا هاد الناس هادو معتصمين هنايا على لا لشيء سوى المطالبه بالحقوق ديالهم. هاد الناس تم الطرد ديالهم تعسفيا وظلما وعدوانا، وفيهم عدد كبير، هادو غير الناس اللي كانوا اللي حاضرين دابا، ولكن عندنا عدد كبير ديال الناس اللي طردوا. فجاو هنا لشيء اللي هو المطالبه بالحق ديالهم، يا اما بالرجوع ديالهم الى العمل او بصرف المستحقات ديالهم اللي حكمت لهم المحاكم. كيقول لك مشات في حالاتها، ما كاينش على من غادي نبلغوا. كاين الناس اللي عندهم صعوبه ديال التبليغ، كما اللي كيمشيو دابا كيبلغوا كيلقاو تيقول لي مشات في حالاتها. والخطا اللي كنقولوا انا، الخطا اللي دار العمده هو انه تم احاله هاد على هاد المعد ديالنا هذا في المده قبل ما تسالي المده ديالها، لان نورمال مخصها تسالي في 1 شهر 11 هو خرجها في 14 10. مما هاد الناس هادو ما لقاوش، كيلقاو صعوبه ديال التبليغ والصعوبه ديال التنفيذ. حنا دابا مجموعه ديال الاخوان اللي ما عندنا جوج قضايا، قضيه ديال الطرد التعسفي وقضيه ديال سويه نزاعات ديال المحاكم الصادره. حنا دابا على ما يزيد على واحد 9 شهور، 9 شهور حنا موقفين، حنا مطرودين. حنا علاش طردنا؟ طردنا على كلمه الحق. حنا كنا دوينا على الاجره وعلى تسويه الصناديق الاجتماعيه اللي تخذ فينا حق ديال تصفيه الحسابات وديال التجديد. هذوك الناس اللي كنا معاهم حنا طردونا على كلمه الحق. علاش؟ كان السيد العمده الوصي على القطاع ديال النقل اللي كان قال بهذه الكلمه الصريحه ان سالات، منين سالات وعرفوا دوك الناس انهم ما بقاش عندهم الحق في داخل التحملات وتسويه تجديد العقد ديالهم، حنا صفاو لينا معنا. علاش؟ كنا ندويو على كلمه الحق، وكنا كندويو على ما هو قانوني وما هو اجتماعي وكيتصفاو. حنا منين التجعنا ودخل مشغل جديد اللي هو شركة المشغل الجديد، وأن كنا ريحنا ودار معنا اجتماع موسع سيد العمدة تسعد الاجتماعات، أنا كان سوف أن كان قال لنا في الوعود ديالو بأنه غادي دار الإدماج مع المشغل وغتسوى جميع القضايا ديال المحاكم، مع أن كنلقاو السيد أنه ما وفاش الوعود وما دارش معنا محاضر ديال الاجتماعات، مع أن حنا دابا كنعيشوا أوضاع جد مزرية، أن حنا مزوجين وعندنا أولاد ديالنا وعندنا مسؤولية، كاين اللي عنده وليدات وكيقراو، كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي طلق، وكاين اللي لاحوا ليه حوايجه، مانا حنا مواطنين مغاربة، نحملوا مواطنين مغاربه، نحملوا بطاقه وطنيه. حنا اللي ما كناش كنلتجئوا المؤسسات وكنلتجئوا المنتخبين ونلتجئوا ان المشغل الجديد، معين ان المسيرين ديالهم كانوا كيشغلوا
وكيجيو هما كيعرفونا وكنعرفوهم وكيعرفوا حنا طردنا ما حنا طردنا هما دابا سفيد الحساب حنا دابا واش باغيين يردونا واش باغيين يدمجونا هادشي الكلمه حنا كنلتجئوا دابا لاعلى مؤسسه داخل الدار البيضاء سطات ولكن اعلى مسؤول هو الوالي هنا التجعنا ودرنا لي طلبات سيد الوالي المحترم درنا لي طلبات ديال الاستقبال اننا حنا كنعيشوا جد اوضاع جد مزريه واجتماعيين حنا مغاربه وحنا ما غنتنازلوش على قضيتنا حنا بغينا ليهم حلينا مشكل اجتماعي علاش حنا طردنا عندنا وليداتنا